عندي هنا موضوع في الاهلي جديد هفتحه، غير طبعا الاخبار اللي قدامنا اللي اتكلمنا فيها. وعلى فكره الاهلي اشتكى رسمي امام عاشور لاتحاد الكوره، والمهندس احمد مجاهد او اللجنه الثلاثيه حولت الموضوع للجنه المختصه، واعتقد ان امام عاشور في انتظار عقوبه كبيره، ولازم نادي الزمالك يبادر زي ما قلت لكم، ولكن ده شان خاص لنادي الزمالك. كهربا بمنتهى الصراحه كده على السوشيال ميديا في قصص كتير. عايز اقول لكم تركزوا معايا قوي في الكلام ده، لان خلاص احنا داخلين على شهر رمضان، فبنقولش غير بقى اللي هو ايه، يعني ايه، بنحاول نهدي على قد ما نقدر ونقول اللي ايه المفيد كعادتنا. يعني احنا مجتمعنا ده قد كده، و100% او 90% من الوسط الرياضي والناس اللي في السن ده كلها اصحاب، كله هتلاقي ان احنا كاعلاميين في السن ده كلنا اصحاب بعض، اصحاب مجلس اداره الاهلي، مجلس اداره الزمالك، اللعيبه كلنا اصحاب، هتلاقيها بنتقابل في كل حته ونسمع القصص ونحكيها، ما عادش في حاجه غريبه، ما عادش في حاجه اللي هو ايه يعني نطلع نقولها في الاعلام فتبقى جديده. كهربا على السوشيال ميديا عنده موقف في الايام الاخيره. الموقف ده في مكان ما، والسوشيال ميديا كلها سمعت عن الموقف. انا عندي الموقف وعندي حقيقته وعندي تفاصيله. خلاص؟ ماليش علاقه بيه. تواجد كهربا في هذا المكان مشكلة، ومشكلة كبيرة. إدارة الأهلي عندها المعلومات بالكامل. إدارة الأهلي دي يعني عندها المعلومات بالكامل، زي ما قلت لكم كلنا سن واحد، أعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي معظمهم ناس قريبين في السن، أمير توفيق، كل الناس مجتمع واحد، كل الناس عارفة مين كان فين، عمل إيه، اتخانق، كل الأمور واضحة، والامور في الاخر بتروح لموسيماني، والامور في الاخر بتروح للكابتن محمود الخطيب، وقصه كهربا بالكامل موجوده في الاهلي. كهربا واضح ان هو مش مستوعب ان ده ممكن يكون الدرس الاخير. طيب انا هقول لك كواليس مهمه جدا. خلاف داخل النادي الاهلي ان ده ممكن يكون الأربع شهور الأخيرة لكهربا في النادي الأهلي. بالخطوة دي كهربا هيبقى خسر كل حاجة. خلاص. اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا خلي بالك ما عادش فيه رصيد، خلي بالك ما عادش فيه رصيد. وهقول لكم كواليس في غاية الأهمية. موسيماني عمل حوار وحديث مع مسؤول في النادي الاهلي وقال له كهربا سمعنا الموضوع، فموسيماني رد قال انتوا طلبتوا مني ان انا اديله الفرصه وقلتوا لي انه هيتغير وانا مش مقتنع بكده. موسيماني قال انا مش مقتنع بالتغيير، ولكن انا مدير فني عادل فهديله الفرصه. يعني موسيماني دلوقتي مش مقتنع ان في تغيير، مش مقتنع، ولكن هو مدير فني عادل، قال انا هديك عقوبه، خلصت العقوبه، تعال اشوفك جاهز، هتبقى موجود في الملعب. كهربا في الثواني الاخيره، معرفش ازاي اشرحها لك، انت عارف ان انا بحبك جدا، كهربا ولد محترم جدا، مؤدب جدا، كل حاجه، بغض النظر انا بقول لك لحسابات كتيره قوي انا مش هحكي اي قصه، ولكن تاكد ان القصه موجوده عند كل مسؤولي الاهلي، عارفينها كلها من طقطق لسلام عليكم. وطبع مسؤول النادي الاهلي مش بتاع عدي ظهري، مش بتاع عدي ظهري، والناس لو سكتت اعرف ان كله متسجل والحساب متاجل. اعرف ايه؟ ان كله متسجل والحساب متاجل. نفس الموضوع نادينا على كتير جدا على صالح جمعه وقلنا هتيجي اللحظه اللي هنقول فات الميعاد، خرج من الاهلي. النهارده في سيراميكا اتمنى له كل التوفيق، ولكن زمنه في الاهلي كانت الامور مختلفه تماما اكيد. فالامور تتعقد اكتر واكتر واكتر لكهربا، والاربع شهور الجايين نهايه الموسم ده ربما ان يبقى فيه قرار لكهربا داخل النادي الاهلي، وفي الحاله دي هيبقى ده القرار الصعب. نصحنا كتير جدا، ولكن الكوره دلوقتي معاك. خلاص ما شرحناش ليه الموقف بتفاصيله عشان دي عادتنا، احنا عادتنا
بندي النصيحة وبنحاول نبعد عن أي حاجة تخلي الأمور شكلها مش حلو، بس هي بمنتهى الصراحة شكلها